الأنوثة في حد ذاتها، وفي مدارس كتيرة فكرية بتتعرض لقصة طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة كطاقة، كطاقة. يمكن المفهوم مش سهل علينا قوي إن احنا نستوعبه، إنما يعني مثال، يعني لو الست بتدي محاضرة في حتة، فهي بتنشر أفكارها، دي طاقة ذكورية. أوكي؟ واحدة أستاذة جامعية عادية جدا، أنثى جدا جدا، القصة مالهاش علاقة بالجندر، بالنوع. يعني أنا دلوقتي مذيعة وبذيع الحلقة وبدي طاقة للناس وبتكلم مع الناس، دي طاقة ذكورية؟ مثلا كاتبة مثلا، أوكي؟ محاضرة، مذيعة، بتنشري فكر برضه، أوكي؟ ده دي يعني العمل ده طاقته ذكورية. تمام. لأن طاقة الذكورة هي طاقة إن أنا أنشر نفسي بره. أوكي؟ إن أنا اكسباند، يعني إن أنا ما بقاش مكمكم على نفسي كده وقافل على نفسي، لا، أنا بنتشر خارجيا. الطاقة يعني طاقة الانتشار دي طاقة ذكورية، طاقة. أوكي؟ والراجل ماشي. لو حضن عياله أو حضن مراته، دي طاقة أنوثة عند الراجل. لأنه قصة الاحتضان دي طاقة أنوثية. يعني الراجل الحنين مثلا، ده راجل متزن جدا، لأنه عنده توازن ما بين طاقته الذكورية وطاقته الأنوثية. في رجالة مثلا بتعيط، الراجل اللي بيعيط ده راجل متزن جدا، لأنه بيسمح للأنوثة بتاعته أن تكون مع ذكورته اللي موجودة. طبعا احنا كل اللي عارفينه في كلمة الراجل الحنين، الراجل الحنين رزق. طبعا البوست اللي على الفيسبوك والانستجرام، الست اللي بتقعد تلقح الكلام على جوزها اول ما يتخانق معاها بالليل، تصحى الصبح على الفيسبوك، الراجل الحنين رزق، هو شايفك ومنفض لك برضه.